السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في درس آخر من الكورس ديال HTML 5. في الدرس السابق شفنا واحد الطاق اللي بان في HTML 5 اللي هو Section. في الدرس إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الطاق واحد آخر اللي سميته Article. كيفاش كيتكتب الطاق اللي سميته Article؟ كيتكتب بحال الطاق اللي سميته Section وبحال الطاقات كاع اللي شفنا. هانتوما يعني ارتيكل وتصد الطاق ديالك. حنايا في الدرس السابق شنو شفنا؟ تعلمنا طاق اللي سميتو سيكشن، وقلنا ان السيكشن كتحط في وسط منه واحد المجموعه ديال ديفات او واحد المجموعه ديال العناصر. مزيان، تخيل معايا دابا عندك انت سيكشن وعندك سيكشن واحد اخر، هانتوما وعندك سيكشن واحد اخر. يعني دابا حنايا عندنا واحد الكتاب، هانتوما تخيل معايا هذا هو الكتاب. هذا الكتاب شحال من سيكشن فيه؟ فيه مثلا ثلاثة سيكشنات، يعني ثلاثة فصول. شنو هو الكتاب هنايا؟ شنو هو الطاق اللي كيمثل الكتاب؟ هو الارتيكل. يعني شنو كنعني؟ هو انه الارتيكل كيمكن لك انك تحط في وسط منه واحد المجموعة ديال السيكشنات. يعني شنو كتقصد عبد الصمد؟ هو انه كتجي انت في وسط الارتيكل، هذا هو الكتاب، كتحط واحد المجموعة ديال السيكشنات اللي كيهضروا على نفس الحاجة. عندك الاول، عندك الثاني، وعندك الثالث. مزيان، شنو هي الحاجه اللي ما بغيتكش انا ديرها؟ شنو هو شنو هي الكتابه الغلط؟ هو تشد لي السيكشن، انت شد لي السيكشن. دابا هادشي اللي بنكتب هنايا راه ايرور، هنايا هادشي ما بغيتكش انا ديرو. هادشي اللي بين جاي دابا ما ديروش، هادشي راه هو الغلط. ما تجيش تجي لي السيكشن وتكتب لي في وسط منه الارتيكل، هادي راه غلط. علاش غلط؟ انا ملي نقولها لك بالعقل، واش كاين شي فصل كيتكون من كتاب؟ لا، كاين كتاب واحد، ها هو الكتاب فيه عده فصول. يعني ما تقلبش هي المعادله، ما تقولش هي كاين فصل فيه كتاب، ما كايناش. هادي منطقيا ما كايناش. يعني هادشي اللي كتبت انا هنا راه غلط. ما تجيش تكتب لي السيكشن وتحط في وسط منه طاق ديال الارتيكل. مزيان، اجيو دابا نديرو مثال تطبيقي. ها انتم تخيل معايا عندك هنايا واحد المجموعه ديال السيكشنات، السيكشن مثلا. مزيان، غادي نعاودو واحد ثلاث مرات. دابا تخيل معايا هاد السيكشنات كاملين كيهضروا على نفس الموضوع وبتلمهم في واحد الارتيكل. شنو هو الطاق؟ الطاق اللي غتخدم هو ارتيكل بكل سهوله. ها انتم غادي تخدم الطاق اللي سميتو ارتيكل، غادي تحط في وسط منه هاد السيكشنات كاملين. انتم يعني هذا هو الارتيكل بكل اختصار. يعني قلنا هذه هي الايرور، هذه هي الطريقه الكوريكت، يعني هذه هي الطريقه الصحيحه. ما تجيش تكتب لي ثاني سيكشن فص منه ارتيكل. مزيان، اشنا هو الطاق اللي بغينا نعاودو نشوفو اليوم؟ طاق تا هو بان في HTML 5 اللي هو عباره عن ناف، سميتو ناف. اشنا هو الدور ديالو؟ هو هانتوما بنكتبها هكا، كتحط هانتوما كتحط فص منو اللينكات المهمة. يعني شنو كنقصدو بلي كتحط في وسط منو اللينكات المهمة؟ تخيل معايا انت عندك واحد اللينك خاص بفيسبوك، وعندك واحد اللينك خاص بانستغرام، وعندك واحد اللينك خاص بيوتيوب، وواحد اللينك خاص بتويتر. يعني غتحط اجي الطاق اللي سميتو ا، وغتحط فيهم كل طاق، غتحط فيه كل طاق اللي كيعني ا اللي هو اللينك، غتحط فيه اليو ار ال او يعني بحال هكا اليو ار ال ديال فيسبوك، وغتنشئ واحد اخر غتحط فيه اليو ار ال ديال انستغرام، وهكا تبقى غادي. يعني هاد الطاقات اللي كيعنيو ا اللي هما اللينكات اللي باش تحطهم في وسط الناف. يعني شنو كنقصدو؟ اجي نمشيو لهنايا ونديرو هكا ناف. قال لك دير هكا ناف. مزيان، شنو غادي تحط في وسط منه؟ غتحط فيه اللينكات المهمة. يعني شنو كنقصدو؟ تخيل معايا انت في الويب سايت ديالك باجي تحط اللينك، هانتوما اللينك ديال فيسبوك ديالك، يعني غتحطو في وسط الطاق ديال الناف. هانتوما بكل سهولة غادي دير تقول ليه فيسبوك. مزيان، غادي هاكا هاكا تويتر. عقلتو على داك التمرين اللي درنا؟ هو اننا فيه حطينا حنا اللينك، درنا واحد اليو ال ودرنا فيها واحد ال اي ونشأنا فيها واحد اللينك، ولكن دابا بهاد الطاق هذا كيستغنيك على ديك الطريقه اللي درنا حنايا.
انتم انستغرام مثلا، انستغرام، وعندك هنا مثلا يوتيوب، انتم عادي جدا يوتيوب. غنجيو السيف، غادي نمشيو للبراوزر ديالنا. ها انتم كما كتلاحظوا انه عتاني فيسبوك، يوتيوب، تويتر، وانستغرام، يعني الناف كنحطو فيها اللينكات المهمه. اش قصت لكم ديك الساعه في التمرين؟ عقدتو التمرين اللي حطينا فيه واحد اليو ال ودلنا فيها واحد ال اي، وفي الداخل ديال كل ال اي حطينا اللينك. هنايا هادو كيستغني لك على اليو ال والال اي، وكنخدم انا شخصيا دابا. ما عرفتش قد ايش شي واحد ما تيوافقنيش الراي، ولكن ما عرفت انا كنخدم الا عندي واحد اللينكات مهمه كنجي للناف، وبهكا باش نخدم ديما الويب سايت تنجي واحد الناف وكنجي فيها اللينكات ديالي، مثلا هوم، اباوت اس، كونتاكت اس، سيرفيس مثلا. يعني هادي هي كنخدم. وكان هذا هو الدرس ديالنا. اجي نديرو الخلاصه ديال الدرس ديالنا. قلنا انه الطاق اللي سميتو ارتيكل كتحط في وسط منه واحد المجموعه ديال السيكشنات. قلنا الطريقه غلط، حط لي ارتيكل في وسط السيكشن غلط. وقلنا ان الناف كتحط في وسط منه اللينكات المهمه اللي عندك في الموقع. وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.